لو تطلعنا على آخر تطورات جبهة القتال في نهم. شكرا لكم أختي الكريمة. ولليوم الثاني على التوالي يخوض رجال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة وقوات التحالف معارك شرسة في جبهة ميمنة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث تمكن رجال الجيش من تحرير عدد من المواقع والتبادل الاستراتيجية. إذا تم يوم أمس تحرير جبل حلبان وجبل الجروف وجبل الرشاح، وواصل تقدمه الجيش الوطني اليوم، وتم تحرير جبل دوه الاستراتيجي المطل على منطقة الحول والذي يطل على خط الإمداد الذي يصل الميليشيات المتواجدة في ضمعة. وهذه الانتصارات انتصارات كبيرة وعظيمة حققها رجال الجيش الوطني وأبطال المقاومة. نعم، هذه المواقع والتباب الاستراتيجية التي تحدثت عنها التي قامت باستعادتها قوات الجيش والمقاومة، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه وكيف ستؤثر على سير المعارك بشكل إيجابي لصالح قوات الجيش؟ الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق كون هذه المناطق تقع في شمال جبهة نه، يعني يحدها من جهة الشمال محافظة الجوف، ومن جهة الغرب مباشرة محافظة صنعاء مديرية أرحب. وهذه وبتحرير هذه المواقع تنتهي الجبهة التي كانت تمثل خطرا على رجال الجيش الوطني والمقاومة، وهناك عدد من الغنائم والأسلحة والعتاد تم تحريرها واستعادتها من ميليشيا الانقلاب. نعم، هل هناك دعم عسكري لقوات الجيش في هذه الجبهات؟ وماذا بالنسبة لطائرات التحالف؟ هنا الدعم ما رأيته يوم أمس ويومنا هذا، هناك دعم متواصل من لرجال الجيش الوطني والمقاومة مقدم من دول التحالف، وهناك مساندة واضحة وكبيرة ولها أثر على أرض المعركة من قبل طيران التحالف، حيث شنت طيران التحالف أمس أكثر من 12 غارة، واليوم إلى أكثر من 7 غارات. تم تدمير عدد من العربات وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها الميليشيا الانقلابية ضد رجال الجيش الوطني والمقاومة، والمعركة إلى هذه اللحظة ما زالت مستمرة وعلى أوجها، ولم يتبقى للميليشيات في مواقع ثبت القناصين الموقع الاستراتيجي إلا جزء يسير يتم مطاردتهم هذه اللحظة من قبل رجال الجيش الوطني والمقاومة.